السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا ليه لايك وتعليق، والضيوف الجدد ما تنساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس. نبدأ على بركة الله. الوصفة عبارة عن دجاج بالحمص والبصل. المقادير كالتالي: قطع دجاج، ثوم، حمص، زيت زيتون، زيت المائدة، ملح، إبزار، سكينجبير، خرقوم، كمون، بصل وقزبر، وأكيد الماء. البصلة ونديروها على شكل أجنحة. في طنجرة نحطو طريفات الدجاج ونحكو عليهم الثومة. نضيف عليهم زيت المائدة، زيت الزيتون، حمص، ثم البصل اللي عملناه على شكل أجنحة. ولا طاحت شي حاجه تنشير وتنوريو الناس فين طاحت. ولا ما قطعت هذا الشيء، ما شافش فين طاحت لي طاحت ليها البصله، راه وراتو جهه فين طاحت. ودابا غنضيفو العطرية سكينجبير الخرقوم الكمون الإبزار. والملح غنديرو دابا الماء باش نبللو كلشي. تديرو في خطره ونسات القزبر. من بعد غادي تصورو القزبر كالعادة نسيناه وحطيناه في الأخير باش الكل يطهى في خطرة واحدة، كل شيء يطيب في خطرة واحدة. ما عتمني جبت هادي يطهى.